سلام عليكم إلى زوار الأربعين. شلون يحصل المشاي ثواب 100%؟ إذا نيتك صافية لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ماشيا قربة إلى الله تعالى، وكذلك صلة لرحم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فراح تسجل الملائكة خطواتك من بيتك، واللي تحصل عليه في أثناء الطريق من العلاقات والاحترام والأكل يكون هذا جانبي وعرضي وليس هو المقصود. فاسمع هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: من زار الحسين عليه السلام من شيعتنا لم يرجع حتى يغفر له كل ذنب ويكتب له بكل خطوة شنو هذه 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وترفع له 1000 درجة. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمنى أنه من زوار الإمام الحسين عليه السلام لما يرى مما يصنع بزوار الحسين عليه السلام من كرامتهم على الله تعالى. وعن الإمام روحي له الفداء أيضا يقول: إن أيام زائر الإمام الحسين عليه السلام لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم، فهنيئا لكم. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.